أيضا كان في لقاء آخر بالأمس على هامش احتفالية تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية مع لواء أركان حرب صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية. وأركان حرب أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية. بداية أنا بتوجه بخالص التهنئة والشكر والاعتزاز لأبناء الخريجين وأسرهم على التخرج بعد إنهاء فترة مهمة جدا في حياتهم العسكرية وهي التأهيل والدراسة داخل الكلية وبداية تولي المسؤولية بعد ما تعينوا برتبة الملازم تحت الاختبار ضمن صفوف القوات المسلحة. والاحتفال ده جه في توقيت متزامن مع ذكرى خالدة وذكرى عظيمة وهي الاحتفال بمرور 50 عام على انتصارات أكتوبر العظيمة. بأوصيهم التمسك بشعار كليتهم، الإيمان، العمل، التطوير. الإيمان بالله، الإيمان بالوطن، الإيمان بنفسك، الإيمان بمهمتك هي الخطوة الأولى لتحقيق أهدافك داخل القوات المسلحة. العمل بكل إتقان وإخلاص وبذل كل غالي ونفيس لصالح المحافظة على الكفاءة الفنية لمعدات وأجهزة القوات المسلحة، ده مش هيتم إلا بالعمل تحت مظلة علمية وفكر متقدم أنت اللي بتحدده لنفسك فابذل فيه كل مجهود. التطوير العنصر البشري هو دايما العنصر والركيزة الأساسية المهمة جدا في أي مؤسسة أو أي منظومة، وبالتالي بوصي طور نفسك علميا وثقافيا ومعرفيا، خليك دايما على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في مجال التكنولوجي، لأن التحدي اللي هيواجهك بعد التخرج واحتكاكك بالأجهزة والمعدات وأنظمة التسليح الموجودة حاليا هي التكنولوجيا اللي موجودة فيها، ولكي تكون قادر على استيعابها وتطويرها والمحافظة عليها لابد ان انت تطور نفسك، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. الحقيقة بدأ التطوير في الكلية بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تطوير التعليم الفني في مصر، ومن هذا المنطلق وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للكلية باتخاذ كافة الإجراءات لتطوير الكلية. لما جينا نطور الكلية ابتدينا نعمل مؤتمرات ودراسات مع جميع جهات القوات المسلحة زي الأفرع الرئيسية، القيادات، الهيئات، الإدارات، لتحديد مواصفات الخريج، إيه اللي انت طالبه في مواصفات الخريج لما ينضم إلى السلاح بتاعه. وصلنا إن احنا ابتدينا نطور في المنهج بما يتواكب مع دراسته جوه الكلية وبما يتواكب ويتماشى مع الأنظمة الحديثة والمعدات والأسلحة الحديثة الموجودة بالقوات المسلحة. طورنا في المدرس في تأهيله ورفع مستواه العلمي، الأجهزة والمعدات والمعامل والورش نفسها ابتدت تتطور بما يحقق ويضمن مستوى الاستيعاب للطالب، قدرته على الابتكار. احنا حاليا في إطار التعاون مع الجامعات التكنولوجية في هذا المجال، وبنسعى حاليا لتوقيع بروتوكولات مع أفضل الجامعات العالمية في المجال التعليم التكنولوجي.